نص الليل نفكر فيك سرحان قلبك وين نسيت اللي عشناه فاتوا سنين فاتوا شهور وايام انا في مكان ماذا تدرسين يا بنت جميلة؟ رجل غريب. ماذا قلتي؟ لا شيء. أدرس الوزن العشرة. خرج، يخرج، أخرج. هل تعلم الوزن العشرة؟ رغم أني في درجة الثاني لا أعرف. هل تدرسيني؟ نعم، أنا ووالدي نعلمك، ولكن والدي مشغول في العمل 5 سنوات. ما في مشكل، سأنتظرك. سوف نرى. أذهب إلى الصلاة. مرحبا. من أنت؟ لا أريد أن أشتري شيئا. أنا لست تاجر، أنا هنا للدراسة مع بنتك. أي بناتي؟ بنتك كبرى. تفضلي. تجلس. شكرا. تفضلي رازية. لا أعرفه. لا، بنت أخرى. هيهات، ما نيتك؟ وماذا ترغب؟ أريد أن أعلم اللغة العربية، وأريد أن أعلم بنتك. هل لتصبح صديقها أو زوجها؟ كلهما. عندي سؤال، ما اسمك؟ كم عمرك؟ أين تدرس؟ من أين أنت؟ ما مهنتك؟ من ماذا تخاف؟ هذا السؤال صعب. استسلم إلى الله. وأنت؟ اسمي محمد بصير. أنا 58. أنا من باكستان. أنا نجار. خفت من الرجل الذي يجيء في بيتي للدراسة اللغة العربية. ممتاز. هل أقضي وقت مع بنتك؟ لا، أجب على هذا السؤال. ما أسر إلى حياة جديدة؟ استيقظ للفجر. ممتاز، هذا رقم بنتي. ممتاز، أرسل لها رسالة في 2:30. السلام عليكم يا سميحة. وعليكم السلام. كيف حالك؟ قلبي فيه حرقة، لا أعرف إذا هذا سحر أو حب. عندي وصفتان طيبتان لك. ما هما؟ أذهبي إلى الطبيب.
ما الثانية؟ تزوجيني. من هذا؟ أنا صديق سميحة. مرحبا صديق سميحة، أجب على هذا السؤال، هل عندك نفس خضرة؟ لا، عندي قلب أبيض. جيد، مع السلامة. والدتي خرجت أمام الحديقة مسجد كبير، سنتزوج هناك. سأجي. Come.